حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف كنترولر من ريزر. الكنترولر هذا يشتغل على البلوتوث، يشتغل على التليفونات، ويشتغل حق الكمبيوترات. التليفونات يشتغل على اندرويد فقط وليس الاي او اس او الايفون. اسمه ريزر سيرفل، راح نشوفه الحين متواجد في محلات، لكن هذا عطونا اياه اي ماركت. شكرا لكم يا اي ماركت. تشيس ابيض، ما ادري ليش هذا انبوكسنج زياده. Razer Serval Bluetooth Gaming Controller for Android, designed for Razer Forge TV. Razer Forge TV هو منتج ثاني وما راح أتكلم عنه الحين لأنه هو منتج وصله بالتلفزيون، سوالف الأبل تي في، لكن في ألعاب، في حركات، لكن أنا جاي اليوم أتكلم عن Razer Serval Controller. بيتبطل المنتج من الجنب. Quick Start Guide حاطي لك إياه على الجنب. بلاستيك يغطي الكنترولر، وفي عندنا Welcome to the Cult of Razer. عندنا بطاريات، اليدة، ستاند حق التليفون USB، وعندنا قطعتين خضر عشان الكنترول. كل شيء الحين عندنا هني موجود قدامنا. نشوف ان اليدة تشبه يدة الاكس بوكس، ليست بكواليتي الاكس بوكس او البلاي ستيشن، لكن هذه مصممة حق التليفونات. نضغط على الدقمتين اللي تحت الريزر سيرفل، نسوي بيرينج. اول لعبة راح اشغلها كابتن ماجد. ده باص حق بسام. وي بسام يعطيك ضربة النمر ونيو جول. طبعا في ايميليترز وايد، وهذه الايميليترات صار لها فترة نشوف هذه اليدة الصراحة تنفع حق السوالف هذه. برتقع يا اخي، اصعب لعبة بالتاريخ هذه اللعبة. المهم اذا عجبكم هذا الفيديو سووا لايك، ولا تنسون تسوون سبسكرايب لانه وايد مهم اذا بتشوفون الحلقات الجايه او السابقه. حياكم بالزبدة.